أنا ضد العرف السياسي كيفما كان، هكذا يقول السيد محمود. محللون يصفون ما يحدث بأنه هو بمثابة انقلاب على العرف السياسي في البلاد. ماذا لو كان ذلك صحيح، ولكن بشرط المجيء بالمقابل بآليات جديدة وصحيحة أيضا؟ يعني ما درج عليه العرف السياسي في الساحة السياسية العراقية هو لم يتأتى من فراغ، بل تأتى من آليات الدستور، وبالتالي اتفق الفرقاء السياسيين من المكونات. المكون الكردي ينتخب، يعني ينتخب رئيس الجمهورية أو يكون حصته رئيس الجمهورية. المكون السني بكل أحزابه وكتله حصته رئاسة البرلمان. المكون الشيعي المكون الأكبر وحصته رئاسة الوزراء. بالتالي هذه التوليفة وهذا العرف اليوم لا نراه في الساحة السياسية، باعتبار أن هنالك من يحاول أن يقول بأن نتائج يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لم تؤخذ بنظر الاعتبار في السنوات السابقة أو في الحكومات السابقة، اليوم يجب أن تؤخذ ويجب أن يكون عنوانها الأغلبية. بالتالي هذا عنوان صحيح، ونحن في الحكمة نادينا بقضية الأغلبية وأن تكون هنالك قضية الموالاة والمعارضة، لأنها تصحيح للمعادلة السياسية التي بات الجميع يراها فاسدة ومفسدة وأطاحت بأمال الشعب العراقي. بالتالي هذا التغيير نعم يحتاج إلى مناخات، لم يوفر التحالف الثلاثي هذه المناخات، ولم يستطع أن يأتي بالثلثين لكي ينظم هذا المسار، مسار الأغلبية. بالتالي حينما لا يكون هنالك هذه المقدرة يجب التراجع ولو خطوة إلى الوراء من أجل إيجاد الأرضية الحقيقية لمعالجة هذه المعادلة الجديدة، ليس بالصمت وليس بالإتيان بمدد دستورية خارج إطار الدستور، وليس الإتيان بالشخصنة في الأسماء وكذلك الإصرار على القرارات. هذا كله لا يخدم عملية الحراك السياسي الفعلية التي تخدم الشعب وتأتي من طموحات الشعب وتتقدم باتجاه إنتاج حكومة، وهذه الحكومة يجب أن تكون وفق رؤية وبرنامج، وهذا البرنامج وهذه الرؤية يجب أن تختلف عما في السابق، لأنه ليس العنوان هو من يعني نستطيع أن نفسر من خلاله مآلات الحكومة وقدراتها. اليوم هنالك إصرار على الأسماء، نفس الأسماء يراد تدويرها كما تم تدوير رئاسة البرلمان، يتم تدوير رئاسة الجمهورية، وأيضا يتم تدوير رئاسة الوزراء. بالتالي هذا مسار غير منتج، أنا أراه شخصيا لا أرى تغيير في أن نفس الوجوه، وقد قالتها المرجعية أن لا تجديد لنفس الشخوص، ولكن بح صوتها ولم يسمع عليها السياسيون، بالتالي هي فارقت بينها وبينهم.